تجهز حالها ضيفتنا لنسمع الأغنية مع الفنانة ناي سليمان. سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروع الدائر نار وبواريد. سألوني شو صاير ببلد العيد، مزروع الدائر نار وبواريد. قلت بلدنا عم يخلق جديد، لبنان الكرامي والشعب العنيد. كيف ما كنت بحب بجنونك بحبك، كيف ما كنت بحبك بجنونك بحبك. وإذا نحن بنحبك، وهيدا فنجان القهوة. هيدا على الأول تقولوا شو عم عطولو. ما نحنا هيك يعني منفاجئ ضيوفنا. فاجئتيني بس إنه أرتبهم بعدني فتحة عيني وواصلي لهون وبليز غني بس طلعت حلوة قبل بونجور. فبدي أقول سوري أول شي صباح الخير لإلك كتار، صباح النور ناي ولكل اللي عم يحضرونا. وسري اذا هيك يا بدنا نقلع، بدنا شوي شوي نقلع. إيه؟ هذا فنجان القهوه بعدني فايت انتبه انه قعدت ومسكوا الميكرو ويلا بلشي. هيدا الهوا. والهوا هوينا. هيدي اكيد افكار نضال. بتعرفي كثير منيح. اي لاف يو ناي. طمنيني كيف كل شيء، شو الاخبار؟ يعني من وحي الاوضاع هلا نار وبواريد. كيف اوضاعنا بتجنن؟ اسم الله. مثل كل هاللبنانيه عم نعاني. يعني بدي اقول انه الله يساعدنا، لانه احنا كل يوم بنوعى وي ار سرفايفرز. يعني اي وما بتعرفي يعني لا بالنهار شو ممكن يجد. عرفتي شو ممكن يصير؟ لا هو على طول بتعرفي شو بده يجد، انه أسوأ. يعني مثلا قطعت الكهرباء، ما فيك، ما بتلاقي غاز، ما بتلاقي بنزين. مثل حالتي اليوم الصبح. طب ناي، بالمجال الفني او بالقطاع الفني قد ايه تاثر اذا بدك بهيدي الاوضاع اكثر من غير قطاعات او غير مجالات؟ هلا نحن لانه اول شيء نحن انترتينرز، فشغلنا كله انترتينمنت. وامتى بتلاقي شغل انترتينمنت؟ لما بيكون الوضع كثير مريح والعالم مرتاحه ومبسوطه. هلا نحن غير انه قصه الكورونا، اوكي قعدنا بالبيت مثل كل الكره الارضيه، يعني مش علينا بس الموضوع، بس نحن عندنا سبيشال كيس بلبنان، وضع خاص انه عندنا وضع اقتصادي. لا انه في وضع اقتصادي ما منيح. فيعني ضرب الشغل دبل، يعني مش انه عادي، مش انه ضربه كورونا او شيء. فما بعرف قد ايه رح نضلنا نتحمل هيدا الوضع. بس ضلي عم اقول لك نحن سرفايفرز، يعني مضطره على طول انك توعي تقولي انا بلبنان. عرفتي كيف؟ فمضطرة أقوم حالي غصبا عني. طب الفنان اللي معود على الحفلات، معود على المسرح، سفر وعلى السفر وهالانتراكشن بينه وبين العالم، انك تعيش اذا بدك هيدي العزلة وغصبا عنك، يعني مش بايدك، انه قديش بتأثر على نفسيته ليك. هلا انا صراحة ما فرقت معي كثير قصة القعدة بالبيت. يعني انا حدا بحب هيك كوزي بيتوتية. ايه بحب كثير، يعني بنبسط اكثر، بنبسط انه يكونوا اصحابي مع هيك بالبيت اكثر. بس الفرق عندي اول شيء شغل، تحس حالك انه يي مانك برودكتيف، بتتضايقي. وفرق معي سفر، هيدا الاكثر شيء ضايقني. يعني هذا العمل عندي ديفرنس يعني لهلا. كيف عملنا بالانس؟ ما صرت هلا من اول ما فتحوا الحجز عم سافر بلبنان. يعني كل يوم سياحه محليه. ايه شو بدي اعمل؟ انه بدي اظهر، يعني بدك تحسي شوي
انه يو ار الايف، انه في محل بعدك عايشه يعني. لانه عن جد كثير كثير صعب. وبتخيل انا انه عن جد نحن لازم بعد في عنا هيدا القطاع الوحيد اللي لازم يهتموا فيه بقى، لانه هيدا الوحيد اللي ممكن يجيب لنا شوي مساري ونحس شوي مرتاحين ونحن نقدر نشتغل، لانه اذا فاتت السواح رح يصير في في حياه اكثر، يعني رح يصير في حفلات مهرجانات شوي خلصونا نتفي من بحسب معرفت انه كنت عم بتحضري شيء لعمل بس صارت الكورونا وتوقفت الاعمال كلها يعني. هلا هو ايه 100%، اول شيء انا كان عندي سفر بس التغت كل شيء من مارتش، كنت طالع ليوروب يعني كمان كرمال حفلات، بس كنت عم حضر اغنيه عراقيه. انا باي ذا واي كثير بحبك بالعراقي، فينا نسمع شيء قبل ما تقولي لي شو رح يصير؟ فينا نسمعها ولا لا؟ ما بدك؟ بدك عراقي؟ ايه عن الصبح؟ ولا لا؟ طيب اوكي ما عندي مشكلة، بس على فكرة أنت ماشية أنا يعني جد منقصتيني. كل الوقت بقوزة، طيب نعمل من وين؟ كوردري ذكرتك والسما مغيمة، ذكرتك والسما مغيمة عليك الروح ما حد بدر الدمع من العين العين يابا مدري الدنيا مطانا طيب هلا نشرب القهوه تريحي شوي خفيني نفس. كنا عم نحكي ناي انه كنت عم تحضري لاغنيه باللهجه العراقيه، والاغنيه صارت جاهزه كلام لحن يعني ولا انه بعد فيها؟ بلا الاغنيه اخترتها بس يعني كنا فايتين استوديو كنت عم تتوزع الاغنيه وتنحط صوت وهيك فكل شيء توقف، وهلا صراحه ماني بصدد نزل شيء ابدا لانه انا يعني كوني مع انه انا يعني شغلتي ما شغلي يعني بس ما بحس انه على بالي اسمع ميوزك بتصدقي؟ يعني ما بحس مش انه بس على بالي اعمل اصدار كذا حدا كذا فنان يعني ايه لكن لانه يمكن كمان انا حدا ما باخذ يعني شغلي كبزنس وايز، يعني انا حدا كثير حساس بتضايق بحيلا شيء بيصير، يعني من هيك ما بحضر اخبار، ممنوع بالبيت عندي هيدا الشيء لانه اقل شيء بياثر فيي. فانت بس بدك تغني بدك تكوني مبسوطه او بتحسي في جو فرح، فالعالم عنا اصلا كئيبه، يعني انا بلاقي حالي قد ايه بوزيتيف وهابي وكل شيء، بس انه بحس انه مش وقت يمكن نزل اغنيه، انه مش وقت ما بقى انا هيك بحس نفسيتنا عن جد تعبت، بتحسي منك بمود انك تنبسطي لانه كل شيء ضاغط عليك والمشاكل الدنيا فوق راسنا يعني. طب بنحكي شوي عن تجرح فيها هالاغنيه الرومانسيه، الكليب كمان كان كثير مميز ناي، وانا بحسك يمكن انت من الاشخاص بتحبي تطلعي هيك عرفتي انه مثل ما انت ما بتغيري كثير بالايمج فيكي او حتى بالستايل اللبس. ايه انه هلا يجوالي كل اللي بيشوفوني لايف بيلاقوني انه كثير بعد اصغر، شكلي بيطلع على التي في مع ميك اب وهيك اكبر.
يوجوالي. فانا بحب دلع عن جد ناتشرال، عم جرب وصل لهم هاي الصوره اللي بشوفوني اياها فيها بالحياه، وانا شخص طبيعي غير متكلف، فما بحب انه بحب صورتي انقلها صح حتى بكليباتها، بس انه كل كليب بحب اعطي الغنيه حقها. يعني مثلا تجرح فيها هي كلمات والحان صلاح الكردي وتوزيان ناصر الاسعود، الغنية يمكن اول مره نزل اغنيه دراما سو فيها هيك انه حزن وبكى، فكنت شوي اخذ هذا الطابع بالكليب او شوي اكثر تمثيلي. خلينا نشوف مقتطفات من تجرح فيها. بابا لحظة بس لنقول انه هيدي تجرح فيها هيك يعني طلعت منا لإلك، عرفتي؟ حكينا على الغنية وما شفنا غير كليب لجن قلبي، هي الاغنية اللي بتقولي دايما انه من اكثر الاغاني انت بتحبيها وبتقعد تشبهك. اول شيء لانه انا عن جد بوزيتيف، هيك كلمة فول اوف لايف يعني انرجيتك حدا، فهيدي الغنية كثير بتشبهني انه حتى الكليب جربت يكون فيها هالقد عن جد ناتشرال، كنا عم نحكي قد ايه طبيعي وكله هيك الوان وحياه، والحمد لله العالم انه حبتها يعني للغنيه وايقاعها بتشبهني اكثر شيء هيدا. أيه. دايما هلا اعطيتيني شويه انرجي باي ذا واي، لانه كل وقت كنت انه قتلاني هم بعدني واصله يا الله ما بعرف صوتك فعم يطلع هلا نهاري كله ببلش بلا بروفا بلا تيست بلا شيء وهيك. طب بدنا نسمع جن قلبي ولا انت قمري؟ لا بدك شو جن قلبي هدرني عم نسمع انت قمري. يلا انت قمري. انا بدي اتشكر كمان فادي سعاده. فادي تحياتنا لك الاقوى والافضل، وعلى فكره فادي كمان هو موزع لي اغنيه اجمل فستان. بدنا نحكي عنها هلا. ايه اكيد. يلا يلا. فكري اسرق لك قمري، يضوي لك وحدك في الليل، يضوي لك وحدك في الليل، فكري من سنين العمر اعطيك نهاري والليل، اعطيك نهاري والليل، بس لقيتك انت قمري كل الباقي لي من عمري، عم هني حالي بقدري ليل وعمري والليل، بس لقيتك انت قمري كل الباقي لي من عمري، عم هني حالي بقدري ليل وعمري والليل، فكري من عطر الزهر انت قمري. يلا ما قدرتك تغني معي. يلا لا انا بحب كثير صوتك قالت لك ساشا. يلا شو بس لقيتك انت قمري. هلا بنقلب عرفت الادوار. بعدين ما في دويتو بنات. طب هات لنا دويتو. يلا شو عبالي؟ نعم شو؟ يلا انت ما في شيء هلا براسي، عرفت بكون انا بغير محل هلا، صرت بغير ذنب. انت قمري. شو بنغني؟ يلا بتطلعي عالشجرة والشجرة عالي، انتي بعدك صغيرة يا قمرة، والشجرة عالي ما بتطلع تمشي حافي فستانك جديد، والشجرة عالي ما بتطلع لقيك، كيف بتمشي حافي فستانك جديد، بتقولي تتجرحي وإذا بدك تستحي، جبتي حالك مغيرة حبيبك يا قمرة.
الشجرة عالي انت بعدك صغيرة يا سشا. يا قمري انا هيك بقول لها ناي بس احكيها شو يا قمري. حلو كثير ناي، لكن حكينا عن جن قلبي، هي من اكثر الاغاني انت بتحبيها لانه اغنيه ايقاعيه وبتشبه ايوه صيفيه وهلا انه كان هيك مزبوط. اجمل فستان هيدي الاغنيه بحس وين ما بتروح عم تجي بيسالوك انه اي متى حنلبس الابيض اذا القلب عم بدق ولا لا. هو انتبه انا اذا عملتها لستاب يعني ما قلت لدي اعمل عرس اصلا. ليش هالقد؟ انتبه انا عم وفر عليه هلا كمان فحيلا حدا بحب اصلا موجود العريس لنبلش من هون. لا في او ما في وانتبه وبس ينوجد انا عم وفر عليه بسبب الاوضاع الاقتصاديه اتس اوكي يو نو لايك بقبل بلا عرس. شو هنية؟ بس لا مش هنية عم بمزح اكيد بس انه أنت على طول هيدا السؤال بيسألوني إياه بحس أنه لما لقي الشخص يلي يلي بيستاهلني كل تواضع يعني أنه أنا إيه شخص كتير هيك ما بعرف فتش على حدا بيشبهني بالحياة. أنت رومانسية بالحب ولا خيالي حدا كتير إنسان حساس بالحياة أنه كيف بده يكون يعني إيه بزين عم تقولي مثلا ما بتحضري أخبار لأنه بتتأثري بعد أنه بعمل ديبريشن يعني بسهولة. اوف هالقد بتتاثري بكل شيء حواليك كثير كثير مش شوي بس كثير مثلا اشياء معي ما منيحه لانه انا مثل كل هالعالم هون مثلا خسرت مصاري خسرت تعبي كل هالاخبار وهيك بس لا بقوى بضطر انه واجه الفاكت يعني بس شوف حدا قدامي لا كثير بتاثر اكثر ما يصير معي شيء مش منيح انا. وشو انطلبت بالاعراس اجمل فستان هالاغنيه والعرسين شو طلبوها؟ نسمع شوي منها اكيد هيدا على فكره هيدي ثاني فيفورت سونغ لانه قد ما جوزت عالم على هالغنية هاي وجه خير قولك علي كفو ولا ما كفو؟ ما لا ليكي لهلا اي من سنتين نزلت لهلا كلهم مكفيين ايه خير الحمد كل انيفرستري بحطوا الفيديو بمبسط يلا وجه خير عليهم بدي ارجع عن جد عيد انه هي كلمات حمد نكوزي الحان احمد العقاد وتوزيع فادي سعاده يلا اجمل فستان الليل رح البس لك واطيب ضحكي من قلبي رح اضحك لك اجمل فستان الليل رح البس لك واطيب ضحكي من قلبي رح حلو هالصباح وشو حلو هالصبحية معك ناي سليمان دايما يعني حتى لو هالظروف الضاغطة والصعبة بس دايما إيجابية وبتوزعي فرح وين ما بتكوني. بدي أقول للناس أنه عن جد بعرف الأوضاع كتير صعبة علينا جميعا بس ما قلكن إلا حالكن فمضطرين أنه تكونوا قوية وتتقبلوا الواقع أنه نحن بلد تعبين عن جد بس عن جد واحد بس يتقبل الواقع بصير بده يقوي حاله. ايه لانه ما فيك بنهايه الحياه بدها تستمر ناي وما فينا نضلنا هيك قاعدين مساكين على حالنا يعني ما كل ما بنتضايق عم نعمل ستريس نحن عم نتعب اكثر ومش يعني. ناقصنا بعد هموم نبه. يعني بتعرفي انا دائما بقول انه تعبنا نشوف دراما واخبار مزعجه لانه نفسيا ما بقى تحليك ما جربي تفتحي اخبار ما رح تشوفي الا الاخبار المزعجه شو ما في شيء ما في شيء حلو ما في بصيص ابدا يعني محل حالي داري ان البيت كثير روى مثلي انا بتصل هيك فريش تقولي لي غني اوبس او دغري ببلش بغني بس هلا كيف تقدري تصوتي على الهوا ما بعرف ما نعملي تيست
هلا بعدها واعيه يعني. ناي وما لحقت تعمل تست عن جد لنحكي هلا بكل صراحه. ناي سليمان شكرا لحضورك معنا. انا كثير بنبسط بس تكوني موجوده. موعدين باعمال جديده هلا ان شاء الله مش قريب ابدا يعني بتخيل شوي هذا الوضع كل شيء وضع الكورونا ووضع السياسه الاقتصاد اللي بدك اياه بس انه محافظين على شغلنا يعني عادي كحفلات لانه في فنانين اكيد رجعوا وعم بيعملوا حفلات يعني بس انه بشكل بلشنا شوي بس بلشنا بس بطريقه شوي خفيفه يعني طيب شكرا لك ناي اهلا وسهلا يعني رح نروح الى الاخبار مثل ما قلنا عم نبتعد نحن عنا بس مع رامز عم نقرب اكثر على العناوين والاخبار عم يلحقنا شكرا لك ناي